السلام عليكم. اليوم فقصوني صاحب الطاكسيات. واحد القضيه ما كنفهمهاش عند صاحب الطاكسيات، كتشير ليه كتقول ليه خويا المدينه، كيقول لك لا البرنوص، كيديك فين بغا هو. ولكن اللي كيسالي معايا هو واحد الكليان طلعت ديك مره في الطاكسي، قال لها فين غادا؟ قالت لي سوقك. راجلي ما كيسولنيش. ديك النهار واحد الكاوري طلع الطاكسي، وتعرف حنا عندنا واحد القضيه في الطاكسي بيض، بنادم كيطلع وكيلوح يديه. قال لي كيس كيلا؟ قلت لي التام سي لامور. واحد القضيه في الطاكسيات البيضين معروفه، كيصوني ديك التليفون كلشي كيسقل وكيطلق ودنيه، عارفين هاد القضيه؟ لا بصح ديك النهار صوني لي التليفون، قلت لي الو وي سعيد، اش غدا ان شاء الله؟ وطريق السلامه. تبارك الله عليك. قطعت يقول لي امريكان مزيانه، قال لي بغا يقشعو. ولكن الجميل صراحه في المغرب ان الطاكسي الاحمر عندنا طبيب نفساني، كطلع الطاكسي كتعاود لي قص حياتك كامله، كتهبط مرتاح بحال دوزتي لا فيزيت. اليوم ان شاء الله غيكونوا معنا جوج ديال الشباب نجوم مغاربه تالقوا في السينما المغربيه وفي مجموعه من الاعمال، غنخليكم تكتشفوهم حالا في الفقره ديال حاجتك. حاجتكم ما جيتكم. الضيوف اللي معانا اليوم جوج ممثلين شباب دخلوا للسينما من الباب وفي كازا نيغرا ولاو صحاب. واحد فيهم هو كريم مول الموتور، كيطير مع الطيور وخا بيطالو شومور، الفلوس عنده ديما كدور. والثاني هو عادل صاحبه اللي ديما هاز حاجبه وفي الدرب داير فيها رومبو، داكشي اللي عايش فيه ما عاجبه والحلم اللي ضاربه في الراس هو يمشي لبرا ويدير لاباس ويولي من الناس الهاي كلاس، على اساس غادي يوصل لبلاد الناس ويلقى الذهب والالماس. افيق بركه من النعاس. المهم ضيوفنا بصح هما عمر واناس. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ عمر لطفي وانس. عمر مرحبا. عرفتي فاش دخلتو؟ انا انتظرت ان هذه الحلقه اليوم يكون فيها العنصر النسوي كثر. صافا كلشي بخير؟ الحمد لله. نهار كبير هذا. بغيت نسولك واش كيصفقوا عليك ولا علينا؟ ما عليكم. سي عمر وسي انس مرحبا بكم، ولي الشرف انكم تكونوا معنا اليوم في رشيد شو. الله يبارك فيك. واللي ما كيعرف الجمهور ان انس وعمر صحاب بزاف من غير الخدمه، والجميل انهم زادوا في نفس العام ونفس الشهر، واليوم سبحان الله العظيم كيتصادف هذا النهار مع العيد ميلاد ديال عمر. وبهذه المناسبة سي عمر وعلى أنغام هذه الموسيقى الجميلة ما نسيتكش. نعم ميرسي. جويز أنيفرسير خويا عمر. سلم عليه. هي مزيانة مع الموسيقى. بارك الله فيك عمر. دونك هادي مرحبا بك. واحد جوج ثلاثة. ميرسي بوكو راشد. بارك الله عليك، والله نهار كبير هذا. من بعد تاكلوها.
عندكم عميل فيه شويه؟ انا ما كرهتش شي عضه ولكن غير هو ما عرفتش واش. لا عاد مع راسك عاد. عاد ماشي مشكلك. دوز لي عضه لا 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 شكرا. الحلويات كنحيدتهم. ما عندكش مع عميل فيه؟ عندي مع عميل فيه كان عندي معاه بزاف مي مع الوقت. كذا بحال ما بقاش كياكل السكر. زعما عمر وانس هما كنعرفوا به خدمتوا اونسومبل في واحد الفيلم اللي تعرفتوا به اللي هو كازا نيغرا. قبل ما تخدموا في هذا الفيلم واش كنتوا صحاب ديجا؟ ما كناش كنعرفوا بعضياتنا. لا ما كناش كنعرفوا بعضياتنا. تلاقيتوا في الفيلم؟ لقيتو هو ديجا في الفيلم هو كان قبل مني. دوزتي كاستينغ باش تختاريتي الفيلم؟ دوزت الكاستينغ تخاديت عمر تخاد من مورايا دازوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال يعني ديال لي زاكتور اللي ما تخادوش وبقيت عاقل نهار دوزنا الكاستينغ انا وياه تشانقنا عقلتي بدينا بالمضاربه لقيت اللي تشانقنا بالضحك ولا تشانقنا لا في لو جو يعني في لا سيكونس كان واحد بحال واحد الشجار بيني وبين عادل لو بيرسوناج ديال كريم وعادل لقيت اللي تشادينا هو شدني هكا شدنا قالنا نور الدين سي سا جي لا هو بيني وبينك راه خنقني دابا خرق اللي خنقني بنت انا بحال هذيك اللعيبه ديال ممثل مزيان نور كتحب يمثل وانا راه ربي اللي عالم بيا لا هو ما كاينش حنا ما كناش كننتظروها زعما هو بغى ديك لا سيكونس بغى داك الدور ديال الجوج ما كاينش واحد الدمعه خرجت ليا هي ماشي خرجت زعما كنمثل هي راه الخنقه بينو بك ما كاينش هذا داير تنسلموا عليه بهذا المنبر هي نور الدين الخماري دونك كان هذاك اول عمل اللي خلاك الجمهور يتعرف عليكم وكان كنتي حتى درتي تجربه قبل درتي شي حاجه قبل شويه انا كنت قريت عاود نقول انا كنت قريت لا لو سينما والتياتر في فرنسا مشيت على عمر 17 عام دوزت الباك ديالي وقريت واحد ربع سنين ديال السينما والتياتر جيت للمغرب هي فاش تلاقيت السي نور الدين الخماري كنت ديجا اون فيت فاش كنت في ليكول ديال السينما درت واحد شويه ديال لي كونتاكت مع دي رياليزاتور اللي كانوا تيقراو معايا دونك كنت كنمثل دي زون فابور في دوك لي بيتي كور ميتراج ديال ديال المدرسه وما باش بديت يعني واحد درت واحد دو بروجي اكزاكتومون بروفيسيونيل قبل مي غير يعني دي بيتي غول لا فيغيتي كنت خدمت مع كلود ميلير الله يرحمه في ان سكري غير دايز صافي كلود ميلر الله يرحمه ويرحمه عليه كان راجل مزيان هذا كلود ميلر فين بلاصه خدمتي مع كان في ديك الساعه في باري يا خلص كان واحد فيلم سميتو ان سكري الا تفرجتي في الفيلم اول سيكونس تنبان لك انا دايز مثلتي دايز غا دايز دايز شد واحد الدراري يعني اغلب النجوم والممثلين العالميين الا انا الله يخليك عمري ما كنت دايز لا هذوك يعني هذوك الخدمات الاولين هبلتي هبلتي هذا ولد الدرب سلطان هذا اجي انت اول مره عمر لطفي اول مره مثلتي في الفيلم كان في كازا نيغرا إيه اول مره كدوز في السينما كانت في كازا نيغرا اول فيلم سينمائي فهمتيني هو كازا نيغرا من الاول لعبتي البطوله من الاول لعبت البطوله كنت في الاول كندير كونسيرفاتوار في بولفار دو باري مع هذا الكونسيرفاتوار اللي كيعرفوا كاع الناس تما وبزاف اللي تخرجوا من تمايا من بعد جات الفرصه انني دوزت الكاستينغ ديال عادل هو في الحقيقه ماشي دوزت الكاستينغ ديال عادل دوزت الكاستينغ على فيغيراسيون فهمتي سيلويت ومن بعد نور الدين ملي شافني بداو كيعيطوا ليا عيطوا ليا المره الاولى جات دوزت واحد الكاستينغ دير ليا هذه دير ليا هذه المره الثانيه عاود عيط ليا جون مارك عاود عيط ليا بوغ لا دوزيام فوا عاود دوزت قلت واش هادشي كان باش دير السيلوات زعما من بعد عاد اكتشفت في الاخر بلي نور الدين كان كيدوز ديال الكاستينغ العادل ولكن قبل ما دير الكونسيرفاتوار سمعت بانك كنتي كدير الفندقه درت الفندقه هي عندي ديبلوم ديال الفندقه وكملتي في الفندقه ولا حبستي؟ لا كملت خديت الدبلوم خديت دونك عندك الدبلوم خديت في الدار كطيب كتقضي غراض ولا؟ واش نقول لك شي حاجه خفيفه بحال هكا فهمتي شي بيضه مسلوقه شي لعيبه فهمتي شي لعيبه اللي ما فيهاش بزاف ديال الخدمه دونك عمر وانس غادي نخلي الجمهور يتعرف عليكم من خلال هذا البيست اوف ديال بعض الاعمال ديالكم نخلي الجمهور يشوفهم حالا ونتلاقاو يلا Have you ever wondered whether time had turned us mad? What if we already were in the first place? You know, people, they were born evil.
ومرحبا بك في كازا نيغرا. تبارك الله عليكم. دابا بغيت ندير معكم واحد القضيه، اسئله المعرفه. نتوما مادام صحاب وخدمتوا مع بعضياتكم اكيد كتكونوا كتعرفوا على بعضياتكم شي حوايج، كل واحد غادي نسولو على الاخر والاخر خصو يجاوب. متفقين؟ غادي نسول انس الباز، شنو هي السميه ديال الحي اللي تزاد فيه عمر لطفي؟ كيفكر الله يلاه كيفكر، عاقب لك كنا كنهضروا على ملفاي وداكشي. كتنسى ليا ما نكذبش عليك. الحي اللي زاد فيه عمر لطفي. بلاشي بلاشي. اخي كيف ما خرجها تازين. المهم في كازا هو ياه. في الدريبه في الزنقه مع الدوره. نقول له لا. سيدي سلطان. سيدي ماشي انا صلاح بك. والله العظيم كفرتيها وانا بدر السلطان كيتسناو كيديروا كيتسناو غيديروا يد من فوقانيه اليوم. جلس 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 جلس. غادي نجيب لك صحاب درب سلطان. درب سلطان وهذوك صحاب قزوم تاهما. سيدي سلطان هي والله حتى غيديروا لك يدبل فوقانيا بلاتي. المهم سلطان كاينه. ممكن سلطان. سيدي سلطان. سيدي زوينه سيدي سلطان. لا بلاتي باش نقولوا لان انا 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 نعذر انس الباز لان انس عشتي ما بين المغرب وفرنسا. هادشي اللي خلاك ما تعرفش مزيان الاحياء وانت ولد الرباط اصلا. صح. دونك سيدي سلطان. لا اكزاكتومون يعني علاش قلت لك خليه خرجها كيف ما كان انت راه كيعجبني في انا مغربي. مسلم مولود في المغرب. سي فغي كو تربيت مع الكوار. فين زاديت انا؟ ما نكذبش عليك صراحه انا الحي كنت الدار البيضاء. ستات. لا فين بالضبط؟ بورغون. سيدي بورغون. اكزاكتومون يعني من الصغر من الصغر ديالي ديجا كنت في سيده السلام نوتر دام دو لابي اللي هي ديال لي سور المدرسه ديال لي سور باش من بعد رجعت للمدرسه ديال الدوله دونك ثقافتك مفرطه يعني فريمون داكشي باش وصلت 17 عام مشيت لفرنسا ديريكتومون ليسي كاثوليك دوز فيه الباك يعني من هنا ومن هنا شويه هكا شويه هكا خويا رشيد دينا الكرونو باش نبقاو شي واحد كيهضر بزاف انا نهضر شويه صافي صافي السؤال ليك دابا انت عمر لا واحد يهضر على قد شي واحد كيهضر اكثر مني فهمتي انت انا بغيت نبان شويه قول لي عمر دابا السؤال ليك انت كتعرفو مزيان شنو هو ديفو ديال انس الباز كلي حرام عليك حرام عليا انا هذا ديف شنو ديف ما عرفتيش نقولو لا بلاتي بلاتي ما والله ما عرفت عطينا شي حاجه لا داك شوف فيو خمم مزيان ما فكرت فيها شنو هو الديفو ديال انس الباز انت كتشوف صاحبك عزيز عليك عنده بزاف لي كاليتي ولكن فيه واحد الديفو ما كيخليش الناس يعرفوه كيخليش الناس يعرفوه ما كيعطيش لاكارت ناسيونال ديالو لا لا ماشي ما كيعطيش لاكارت ناسيونال ماشي مشكل يلا خلينا ندوزو ندوزو غادي نسول دابا انس الباز على عمر لطفي شنو هو الفيلم المفضل عند عمر لطفي يعني عرفتوه هذا قول ديف داس برافو عليك برافو عليك المهم بارمي لي فيلم اللي كيعجبوني ولكن ديف داس ثقافتك هنديه شويه المهم شويه وزيدني عليه حتى انا عمر نسولك دابا على انس شكون هو المخرج اللي مستحيل يخدم مع انس الباز اللي مستحيل انا راه باغي يخسر لك بان لي العلاقه السيد هو اللي تيقول هذاك جون مارك الله يرحمه حيت مات دوك ميم بوزيشن كلود ميلر كلود ميلر تبارك الله انس الباز شحال عنده في الكونت
أتكون دابا لا ما كنضحكش والله ما نضحك في هذه هذه اللي غنقد نجاوبها بصراحه الحمد لله سقوا عليها سي عمر شنو نقول لك العام اللي فات يعني كون بارازار كنت كنجبد ورقه ديال البنكه شتها المهم غتكون واحد جوج المليار كاينه بعدا العام اللي فات خليتها له جوج المليار خليتها له هذا العام ما عرفتش بالضبط هذا ما عرفتيش الحمد لله ما نكذبش عليك اون في با هذا لو ميتي بوغ لارجون كديروه افون تو تنديروه باغ امور و بوغ فير كيك شوز دو بيان جوستومون باش دير واحد العمل اللي يكون في المستوى الى تبعتي الفلوس انا تيبان لي في اي دومين تفصل ماشي من غير التمثيل تتبع الفلوس ما غاديش تربح الفلوس باغ كونت غاتبع لا كاليتي باش دير شي حاجه مزيانه غايجيو بوحدهم الفلوس غايطيحوا عليك بحال الشطه هما باقي ما طاحوش بحال الشطه حنا باقي كنتسناو هاد القضيه ديال الشطه شوفوا كان سي عمر ولكن عمر هو بعض الخطرات كندون الموتيفيو كره عمر انت بديتي المشوار ديالك في 2008 عمر ياك الى حسبنا الاعمال ديالك لقاو تبارك الله اكثر من 20 فيلم طويل ياك اكثر من 10 الافلام تلفزيون ومسلسلات وكيفاش قضيتك زعما والله والله اخويا الضريف انا سمعت قال لي كيدير بروموسيون مع المنتجين والله اخويا لا لا خلص جوج افلام والثالث فابور زوينه تعال قول لي هنا بصراحه نطرح عليك سؤال صاحب هذا حيت غيصحابو بصح شوف غضب دغيا حتى شي حد سي عمر لاباس خويا درتي جوج ثالث فابور غتجنن والله يزيدوا اخويا الله يزيدوا دابا انا بنسولك بصراحه يعني من مركزه نيكرا شفنا الحضور ديال عمر لطفي كثير في الساحه الفنيه كنتعلم والله الا كنت كنتعلم افلام كنشوف مسلسلات كنشوفوه واش عمر لطفي كيخدم لانه بين على موهبه كبيره ولا لان عمر لطفي ما كيختارش الاعمال وكيخدم فاش ما عيطوا ليه عشان نقول لك فاش يلاه بديت الكارير ديالي الناس كانوا كيعيطوا عليا من بعد ملي خرج كازانيكار ما بقى كيعيط لي حتى شي واحد واش عقلتي على عادل ولكن ملي خرج القضيه ديال الصديق ديالنا نور الدين الخماري هو اللي خلى الناس يعرفوا باللي راه نقد ندير شويه ديال التمثيل ويعيطوا ليا ويثقوا فيا ومن بعد بداو يعيطوا لي في ادوار مختلفه وملي بديت كنخدم لقيت راسي انايا هو منها نخدم ومنها كنتعلم صراحه ماشي بحال دابا وكنت كنغامر في الادوار وصافي مره هكا مره هكا كما قلت اول فيلم قدمتيه هو كازانيكرا الدار الكحله واش ما كحلتاش مع عائلتك ملي عرفوا مثلا ان الفيلم فيه تخسر الهضره شوف هو الفيلم خاصك روح القضيه هو انا هو غادي يشاركني القضيه اللي غادي نقول لك دابا لازم تفهموا بعدا اش تقول شوف الفيلم كان بعدا لي ديالوج ديال الفيلم كانوا زعما بيغ كو شنو شافوا الناس يعني حنا وانس بحال اللي قلتي حاولنا ما امكن حتى حنا ما نعطيوش داك الشيء اللي كاين في التكست باسكو التكست كان شويه كيشوكي ما نقدوش نقولوا داك الشيء هذاك الشيء اللي كان غير شفتو كتشدوا السيناريو كتقولوا للمخرج نحيدوا هاد لا كان غالب المخرج كان كيمشي معنا في شنو باش كنحسوا مثلا نقول لك مثلا المشهد ديال هذاك راجل الوالده كيسلخ في الوالده وندخل مثلا نشوفه كيسلخها ما غاديش نقول له يا داك الحقير انت ما يمكنش دير هذا الشيء في الوالده حرام ما جاتش دونك انا قلت له غير طلقني وشي واحد يكون كيضرب في الوالده ديالي ولا كانت امي هذيك انا غنعرف كيفاش نتعامل معاه نقد نكون ديباسي داك لو تيكست مي على الاقل غنكون في لا سيتوياسيون اللي محطوطه انت انا ما خفتيش من رده فعل الجمهور ملي قدمتي داك الفيلم ولا ملي شتي السيناريو شتي فيه مثلا واحد الحوار اللي كان شويه فيه كلمات اللي كتخدش الحياء كنهضروا حنا على السينما واخا سي بغي السينما الانسان هو اللي كيختار شنو يتفرج ولكن انت ما تخوفتيش قلتي هذا العمل الاول ديالي وندير هذا الشيء الصراحة التخوف ما كانش اللي كان هو شوية بحال الشك يعني ما كناش عارفين انا وعمر يعني تنقادو قبيله قلت هضرتي فيها لا انا شي كناخذ لا ريسبونسابيلتي ديالو يعني كنقادو التكست ديالنا اللي عطاو لنا كنقادو على حساب حنا يعني اللسان ديالنا وكيفاش غادي تخرجوا هذه اما بالنسبه اللي قلتي ديال يعني يكون تخوف ما انا من ناحيتي انا ما كاينش تخوف جاكسبت واحد الدور يعني من الاول حتى الاخر انني قابله ما غاديش نخلي المخرج حتى هادشي كيوقع طلب منك المخرج مثلا تمثل في واحد الفيلم تقول له اوكي جو سوي داكور قريت السيناريو انت ما قاريش
ملي غتوصل للسيكونس اللي فيها شي حاجه تقولوا اسمح لي لا ما تفهم لا اون فوا كو تي دون طون اكور سي سي داكور دابا اللي كي اللي 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 كيوقع ان يعني لو بلوز امبورطون سي لو رول اللي عندي انا مهم ماشي و لو رول تيتطلب بعض المرات انك يعني تخترق دوك كومون دير يعني لي ليميت ديالك وخصك تعرف السي رشيد كو ما قبلتش بزاف ديال الاعمال من المغرب ومن فرنسا ومن دي رول برينسيبو لان كان فيهم شي حاجه اللي غادي تضرب المغرب واخا شنو ما حدود الجراه عندك بالنسبه لك انت فين كاين حدود الجراه مثلا عبد اللطيف اللعبي اللي كنعرفوه كان مسجون وشدوه وتكرفصوا عليه وهذا ما يمكنش انك غادي توصل انت لديك لا سيكونس تقول لهم لا سمحوا لي ما تحيدوا ليش ما يمكنش راه غتقمص لو رول غادي تدخل وغادي tu vas faire confiance le réalisateur الا تستقصر عليك انت عمر فيلم وداخل في سياق وفي قصه وهذا وانك خصك تبين شي حوايج من الجسد ديالك اللي يقدروا مثلا يخدشوا الحياء العام واش انت مثلا تقبل هذه القضيه لا ما نكذبش عليك الا كان السؤال هو انه نعطي شي حاجه باش نخدش لا بيان سور لا ما نقدش انا نعطي واحد الحاجه باش نخدش بها الحياء ديال واحد الانسان اخر ولكن اللي نقد نقول لك هو كتبقى مساله ديال دور اللي غادي نقد نديرو ولا كنت انا واثق من داك المخرج لا لان الا كنا غنصوروا داك الشيء ديريكت كيف كنشوفوا كيف انت غتشوفوا ولا كيف اي واحد غيشوفوا ما كاينلاش مي الا كانت طريقه يعني دي مانيير انا تفرجت واحد الفيلم امريكان ديغنييرمون لي زاميريكان لي نورمالمون يعني اللي نورمالمون هما ما عندهمش هذا المشكل اي بورتون كتلقى عندهم دي ليميت مثلا يعني واحد السيكونس هو يقدر يبين لك بان داك الانسان راه خلع الملابس ديالو ولكن كاين واحد التلفازه طافيه مثلا غيبين التلفازه وغيبان لك انت غير لو غوفلي راه فيلم امريكان راه يقدروا تاهما ولكن يبان لك كاع ماشي هو باش كيبقى اون فيكسيون لان الا زين دوبلور الا فتي هاد لا ليميت ما كتوليش في السينما كتولي في حاجه اخرى دونك ولا كاين الناس اللي قالوا بان الفيلم ديال كازا نيغرا مثلا حقق نجاح كبير وهذا النجاح هذا مرتبط فقط بان الفيلم كسر الطابوهات وخلوا الفضول ديال الجمهور هو اللي يدخل ويجي يتفرج لا الناس كازا نيغرا ملي خرج على الاقل حسوا باللي كاين على الاقل فيلم كيخاطبهم بلغتهم كازا نيغرا ممكن يدوز في التلفازه غادي غنبقاو تما مره تيت لا لا كله تيت 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 شويه انا كازا نيغرا تخيلناه انه يدوز في التلفازه وحاولنا نحذفوا منه المشاهد اللي كور ميتراج تبرزت شي شويه ونوريكم شنو بقى في الفيلم شوفوا معي هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجميع المرجو تغيير المحطة الفريق العمل رشيد شو حاولي يقاد هذا صعب قاتل هذيك اللقطة اللي بقات دونك انتم كتأمنوا بأن السينما خصها تخاطب بلغه واقعيه غير نكونوا غير واقعين مع نفوسنا بعدا غير هو بعض المرات كاين شي مخرج اللي كيفوتوا الواقعيه وكيقول لك حنا كنعريو على الواقع هما كيعريو الواقع كيبقى لابس حوايجهم انا كنظن لو كونترير انا ما نكرهش يعني انا ماشي مخرج ميكون يعني يكون واحد لو بيرسوناج يكون خايب وعنده مثلا عنده صواب ولكن ما يخسرش الهضره علاش غادي يعني تكون عنده اون فورس في لو جو ديالو كنامن بهذه القضيه والله اعلم عمر سمعنا بان الوالد ديالك كان رافض انك تدخل التمثيل في الاول دابا تبدل الراي ديالو ولا مازال كونتر لا تبدل شحال هذه هو الوالد ديالي هو الوقت اللي كنت انا كنمشي نصور باقا كنعقل كان كيجي واحد النهار شفته وقلت لنور الدين قلت له راه بالي الوالد واقع لك يطل من بعيد مو بان لي يطل ويتخبى ومشى عند الوالده قال لها هذاك الصبيصه ولا كيدير هذا الشيء ديال التمثيل المهم ما عرفنيش شنو كنت كندير حتى واحد النهار دوزونا في ذاك البرنامج ديال دوزام ديال صوره حتى بنت له انا تما وكنهضر على السينما انا عقلت عليه كان تيمثل والواليديه ما في خبارهمش في الاول فاش جا قلت بلا خبر الوالد لا ما كانش في خبار الدار تفرجوا الفيلم ولا ما تفرجوا بصراحه قال لي الوالد دخلت ولدي وما كملتوش سي نورمال اش قال لك؟ قال لي دخلت ولكن ما كملتوش قال لك كان عنده شي موعد ولا شي حاجه ماشي ما كان عنده موعد انت تخلي شي حد يكمل الفيلم
ولكن الوالده كانت باغاني. انت الاصل ديالك شلح؟ شلح امازيغي. يا رسول الله استاجر حيت اما مني كان دارون لاباس دارك صافي والزارت تسوي استاجر حيت نكي اشكو اختي سنتيت الحاج ساره رشيد اشكو تاش الحيد غيلاد بلاتي تقايت يكيعاون ربي اسمح لي كنت في الامازيغيه عاد مزيان كتهضر معنا مزيان انا غادي شنو غنسولك وجاوبني بشلحه ايه غنضرب شلحه مزيان ايه غنسولك عمر وغتجاوبني بشلحه وانا نسولك على شي حوايج عندها علاقه بالمغرب ايه وتعطيني رايك فيها بشلحه بجمله ايه التعليم في المغرب بشلحه يخصا يخصا ايش فكن الاهميه شكون راسك الاهميه الحب في المغرب الا مشى مدنا ارتاح شي مغرب غير دير غاز ورزرنا دايرين كيريختا كيريختا شنو هي كيريختا الناس الحب كاين ولكن الرجال ما كيرضاوش يقولوا انا كنبغي هادي وانت اش كتقول مكار سيني خاشكو كي غاش الحي ياك كتبغيني الساحه في المغرب راه قلت شي حاجه بشلحه قد صفتني الحبس ياك كمل شويه الساحه في المغرب الصحه في المغرب الصحه الصحه تخليني الصحه تانتيني مدن اي اللي قال له اهميه خا المغرب اي اللي يخصني يسكن له اهميه الدور يزورن انا سنتيني خمايا داتي ولا سليد ولا سليد لا راشد داتي خصها دي ادي السن يستقى الصحه شكون خنصور في الصحه درت في الصحه نكي صور في الصحه تينو صور في الصحه الغوا صور في الصحه الغواد صور كيف الصحه الغوا درت في الصحه اشكون ما يخصني كلي انا فهلا نتيني ايش الحين يخصني صور في الصحه التعليم غراسي كل نتيني فهلا في عراب ولا ايش الحين ولا صحراويين ولا كله مدن لكن هالنقايان عرفتي الشلحه بعض الخطرات كتعطيك واحد لينيرجي قلت لك برشا الشلحه بعض الخطرات كتعطيك واحد لينيرجي كتبغي تقول بزاف الحوايج تقول بزاف الحوايج برافو عليك دابا نعطيك انا واحد الزوجه ديالك اللي كانوا جولها تحيه ما حضرش معنا وانا بغيت توجه لها واحد الكلمه بالشلحه قدام الكاميرا اليوم شنو تقول لها؟ ما مالي مني خا الحب بينو اتسانو تيرينو ريحكم باهره باهره عرف لم تسلمخ من الكاميرا يغين اختنا استشفي انا سلباز مؤخرا سمعنا بان تعرضتي لحادثه سير اللي كانت خطيره بغيناك قبل ما نعرفوا شنو وقع بالضبط بغينا تعاودنا الحيتيات وشنو وقع في هذه الحادثه وكيفاش درتي الاكسيدون في الرباط السويسي خارج من الباركينغ جاي يعني كاينه الطريق الكبيره انا خارج من الزنيقه ماركت ستوب ديالي لقيت اللي غنطل باش نشوف جا دخل فيا واحد فاس واحد سرعه فريمون فائقه داخل يعني في حيت كاين كدي وتجيب دخل ليا يعني في البلاصه ديالي انا ومن تما باق واحد 48 ساعه ديال الغيبوبه فريمون لان كوما وفوالا يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال وتنشكر فريمون الناس اللي كانوا في يعني في ديك الوقيته اللي وقفوا معايا دعاو معايا يعني وفوالا هادشي اللي كاين الحمد لله الحمد لله دابا كنعرفوا بان الحوادث سير كثيره في المغرب والمغرب يعني للاسف حنا مكلاسين يمكن الثالثين ولا الرابعين في العالم في النسبه ديال الحوادث السير وهذه المساله هذه كتضر بزاف لان كيمشيو بزاف الارواح يوميا تقريبا 13 واحد كتموت في النهار في المغرب فكاين شي ناس داروا واحد الاقتراح قال لك علاش باش نقلوا من حوادث السير ما نديروش لا دودان في لوطوروت كانوا قالوا واحد الوقيته غيحيدهم كنظن انا لي دودان مهمين زعما في المدينه مي في لوطوروت شويه انت مع هذا القرار ولا لا قرار الا كان غينقص لنا لي زاكسيدون انا مع كل القرار ما نكذبش عليك ولكن دير كازا مراكش ما غتوصل لبانات غتوصل لمراكش مي غتوصل غتوصل غتروح في كافي غتشرب بحال كافي تلمو اخا شوف يعني سي ان سوجي اللي فريمون صعيب فقط للمزحه لان حنا بغينا نضحكوا ولكن راه هو سي تري سيريو غير داكشي مات ليا يعني مون ميور امي مات ليا فلاش ديال 17 في يعني في لوتوغوت يعني فريمون فقدت بزاف يعني في لي زاكسيدون
في حياتي اون جينيرال سما تروماتيزي. دونك هذا نداء للناس ردوا البال كثر في الطريق. حنا بغينا نسولوا الناس فقط للمزحه وقلنا لهم اشنو بان لكم الى داروا لي دودان في لوتوروت. كانت هذه هي الاجابه ديالهم. نشوفوها ان شاء الله. ضد الفكره ما خدامش مازال مدينه تقريبا مدينه زناقي في المدينه مزيان. نتمنى احسن يديروا دي باراج ديال الدرك الملكي او ديال الامن الوطني. مزيان هذه الفكره. لي دودان مازال يديروهم في الدروبه اللي كاين ما فيهمش لي ستوب وداك الشيء. إيه. اما في الطريق كيخسروا غا الطوموبيلات ما كيصلحوا والو لي دودان. لا انا ضد الفكره هذه. لا انا ضد الفكره. بالنسبه للطوروت انا كنهضر لك على اللوطوروت. اللوطوروت ما يمكنش غادي تكون لوطوروت وفيها لي دودان. المواطنين خصهم يسوقوا بعقلهم والسلطات خصهم يديروا مجهودهم ولي دودان راه أكيد كربش على عباد الله الصراحة هي هذه. أنس الباز وعمر لطفي كنعرفوا أنكم أنتم صحاب وكيقولوا خوك في الهرفاء دوك. واش كتأمنوا بهذه المقولة أنتم؟ أنس مع السي عمر. لا مع السي عمر فقط. لا علاش ما تبقى هذا. لا لا صح لنا كان ديجا عندنا هاد لا غولاسيون انا وعمر وديجا ما كاينش مشكل. ديجا زعما وقع لينا انه هو هز التليفون قال لي انس راه كاين واحد الكاستينغ سير دوزو راني دوزتو انا لا ميم شوز. ولكن في الميدان الفني كاينه هاد القضيه خوك في الهرفاء. في الهرفاء هذوك كتامن بها انت؟ انا نقدر نجاوبك جاوب عمر. شوف هذه مساله عندها علاقه بالثقه في النفس. الا عندك واحد القناعه بداتك وكتامن براسك ما يمكنش انك تقول علاش هذا علاش ماشي انا. كتكون مساله غير كتولي كتعايش مع الدومين ما كيبقاش داك. انا كنظن سي تري دوماج فريمون لان ما كتلقى في حتى شي دومين. يعني عندنا في المغرب في التمثيل عندنا مشكل كبير. الناس شي ما حامل شي راه اي دومين كيما لقيتي يكون ميدسان ولا يكون افوكا ولا كيكون ميدسان كتقول اخويا دير لنا البيلون داك الميدسان تيقول لك سمح لي اخي ما نقدرش نهضر في شي واحد من باغ كونتخ حنايا شي كيهرس في شي. انايا اوجور دو جوردي يعاودوا بلا نقول انا درنا ام سيستيم غير في بار انترنت مجموعه ديال الناس كاين عمر كاين اللي تنسلم عليهم ميم طون سعد المجراد عصام واشما منصف مالزي سحر صديقي مغنيين ممثلين اوني اوني عباد الله لونيون سي لونيون كي في لا فورس. سي تادير كو مثلا انت عندك واحد الفيلم ولا عندك واحد ليفينمون غادي تقدم واحد بو امبورت ندير لك انا الاشهار في انستغرام ديالي ندير الورقه ديالك عاوتاني انت لا ميم شوز تعول عليا ونعول عليك وهكا سي سكي فا فيغ. البارح كنت مع دي جي فان كنا كنهضروا جوستومون على هادشي تنسلم عليه حتى هو قال لي اودي انس سي دوماج وقال لي دابا تشوف قال لي هاد الناس هادو اللي كيديروا هكا غادي ايفون ديسباريت. دونك حنا ديجا قلال وكل واحد يعني عنده لو ستيل ديالو وعاد نبداو يعني شي يهرس في شي. هو اللي معرفين الاتحاد قوه. شوف خصنا نتحدوا خاص الناس يعرفوا باللي الممثل المغربي راه كينقارض والله الا كنقارضوا حنا وحق الله العلي العظيم الا كنقارضوا شحال من واحد سي فغي مثلا مريم الراوي الانقراض عندها علاقه ب شحال من واحد نوع ديال الحيوانات ولكن راه كبشر كانسان راه الفنان المغربي راه كينقارض. واخا تسمح لي شحال من واحد كان ممثل خرج من التمثيل مريم الراوي تيلمون ديغوتي كو مشات في حالها. هاد الدومين للاسف يعني بزاف ديال الناس اللي يعني ما قادينش على هاد فيه هاد الحوايج كاين الحسد كاين شي ما حامل شي كاين شي كيهضر في شي كاين شي كيبغي يهرس شي ولا شي كيبغي ياخذ بلاصه واحد اخر. ما كايناش المنافسه. ما كاينش المشكل. المشكل المنافسه هي اللي كتخلينا باش انني مثلا انا نخدم باش ندير شي حاجه مزيانه. هو ملي غيشوف الحاجه اللي درت انا مزيانه خدمت حتى هو غيخدم اكثر باش يدير حاجه مزيانه. نعاونو يعاون. المنافسه هي اللي خاصنا. المنافسه الشريفه هي اللي خاصنا في الدومين. جي هاد ليكسبيريونس مع السيده اوشاي باحتراماتي لهاد السيده هادي اللي يعني كريتيكاتني وقالت شي حاجه اللي فريمون خايبه بزاف. انا ما حضرتش معنا في التورناج ديال نصف السماء وما عرفاش شنو كاين تما وهضرات غير في السماء وقالت لك هذا السيد هذا وقيح وماشي منا وسي با ان اختي الوغ كو باقيه يعني تفرجي بعدا في الفيلم شوفي شنو قبلت ندير. فين قالته ولا فين صرحات؟ يعني قالت هي شي حد قال لها بان قالوا مهم كواكو السيده باحتراماتي ليها اسم على مسمى يعني وشايه وشايه يعني غير الهضره علاش؟ لان
داكشي كامل صدق والو. الناس تفرجوا تنقول لك مستوى، وكاين اللي يعني محافظ وكاين اللي لا. انا يعني راه ماشي حنايا راه غير كنجيو كنتحطوا، راه عندنا والدينا محافظين، عندنا يعني ناس كيقابلونا كيشوفوا. ما يمكنش نديروا نيمبورت كوا، كاينين حوايج باش نحفظوا ليها حتى هي حق الرد. وهذا حنا واش هادشي شفتي فعلا كتباتو فشي بلاصه ولا ما نكذبش عليك السي رشيد؟ انا في الاول فاش سمعت يعني لانفورماسيون قالت هذا السيد هذا وقح وتعرى ويمشي يتعرى قدام مو سي اكزاكتومون هادشي اللي قالت. في الاول كان صحبتني شي واحد بيراطا الفيسبوك ديالها ولا شي دار سميتها ولا دار تصويره وكتب داكشي، ما تيقتش انا ما يعني ما دخليش داكشي لراسي. من بعد زاد هضرات صافي ديك الساعه عرفت بان هي ما يعني ما تقبلتش الصراحه، لان باش غادي واحد معاك في الدومين يطعنك راه سي با شحال من حوايج كتوقع. حنا كاع ما كن يعني ما كنعطيو فيها حتى شي افي، لان حنا ممثلين. غتسولني على اي ممثل ولا ممثليه تقول لي واش عندها الحق ولا نقول لك الله اعلم اخويا شوف معاها، لان كاين خص يكون واحد الاتحاد. وفينا هذه القضيه عاوتاني، حنا يعني شعب كريم وشعب راقي وعندنا يعني بزاف ديال لي زافونتاج، مخسرينا في هذه القضيه اننا كنكريتيكو بلا ما نشوفوا الحاجه بلا ما نعرفوها. واحد قال لي اسمحي لي يعني باش بأين حق خسرتي لي انا السمعه ديالي؟ حنا نقولوا انا جو سوي ان فيزاج بوبليك، يعني ما عنديش الحق انني نقول لها دونك سكت ما قلت والو، ولكن باش تقول لي سير تعرى قدامك امي راه تقدر تتابعها، ما عندهاش الحق تهضر عليها. وخسرت لي يعني بقى فيا الحال، فريمون بقى فيا الحال بزاف بزاف، ما كنتش كننتظرها. واخا انا نعطيك كلمه قدام الكاميرا توجهها لكاع الناس هادو مثلا اللي كتشوف بانهم كيخسروا الصوره ديال الناس زملائهم في العمل، ولا الفنانه اللي فريمون كتشوف بانهم ما متحدينش وكيحاولوا انهم يهرسوا بعضياتهم، شنو تقول لهم في 40 ثانيه؟ اوكي اصدقائي الممثلين الممثلات، حنا رحنا متحدين بيناتنا اون نوتر جروب، اجيو حنا ما باغينش ندابزو معاكم لحد الان، حنا باقيين اوني اون بي، باغيين غير السلم، باغيين لا بي يا عباد الله. خليو الناس ينتقدونا، خليو الناس يقولوا الخايب ويقولوا المزيان، ما نتوما فو نافي با لو دغوا، فو نافي با لو دغوا. عمر وانس، كنعرفو نتوما تبارك الله عندكم على الارتجال، واكيد انكم درتو دي زيكزيرسيس ديال الارتجال، داكشي علاش اليوم في رشيد شو انا نعطيكم واحد المشهد زوين، واحد غيمثل مجرم، واحد غيمثل ضابط الشرطه، تفاهموا بيناتكم شكون ياخذ الدور. ونعطيكم مجموعه من الكلمات، غيحاول كل واحد فيكم يدخل هذوك الكلمات في الحوار ديالو. شكون البوليسي شكون الشفار؟ اتفقوا يلا. اش بغيتي انس؟ نديروا انس الانسبكتور وانت الشفار. الكلمات غتعطيهم لنا ولا غادي؟ لا غيكونوا قدامكم هنا. صافي صافي. تصفيقات على انس الباز وعمر لطفي. سدي ها؟ ريح. قالوا لي قلتي لهم بدلوا لي حقا الشومبرا فيها شني ولا ها؟ سحبت راسك في كاردوري هنايا ولا؟ شاف انا لا بغيت شومبر اللي ما تكونش طايحه فيها الشتا، شو انا مريح انا وبنادم شبعان برد. شوف سي باش تكون عارف انا راه ما سوقيش الشتا ولا تجيك بوحمرون ولا يجيك اللي جاك، راه الحبس هذا واحد خينا حدايا بركي تلقاني في الحبس. ما تغوتش شويه عارف راسك مع من تدوي بعدا. واحد خينا حدايا بركي طلق ليا في افلام هنديه وانا ما واكل والو اصاحبي. اخر حاجه كليت واحد الهنديه اخر حاجه كليتي هي الهنديه. دابا انت عاجبك هاد الروينه هادي ياك؟ هاد التخربيق هذا اللي داير لنا هنا شافو. انا راه عندي مرا كنبغيها صاحبي، واش ما كتامنش بالحب صاحبي؟ راه رجعوا تيسولوني
هادشي ديالك راه باقي ما تحكمش. لوقيته باش شدوك السيد راه كان في البنج باش تكون عارف. دابا عاد غادي ينوض يعطينا الاقوال ديالو. اقسم بالله انا مشيت للسبيطار وانا كنت عنده. بغيتي الهربه سير مع الهربه براسك. هادشي راه ما مسلكش. انا صرنا نهضر معاك اما غتقول لنا الصراحه نعرفوا الكسيده كيفاش طرات من الاول حتى الاخر. ابدا ديرها ولا ها. ونزيدك حاجه اخرى. هضر يلا هضر هضر. التليفون ديالي ديشارجا بقات في جيبي درهم. مشيت للتيليبوتيك نعيط له تما فين وقع داك الشوك كنت حداه. شوف دابا انا غندير معاك زوين. غادي ردوك الشومبرا اللي كنتي فيها. اتفق؟ ردوك الشومبرا. غايجي هذاك السيد اللي تعايرتي معاه بقيتي تتغوت عليه. غايجي لعندك. غايقول لك السي عمر واش صافا بخير؟ غتجاوبو غتقول له بحال هكا ما كاين حتى شي مشكحل. عاوده عاوده ما كاين حتى شي مشكحل. خاصك تعرف داك المشكحل راه كلا ليا المرقه ديالي البارح. او وبزاف اصاحبي بقاو صابرين راه الحبس هذا. نوض درك علي زلفتك. نوض 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 يلا نوض. الله يعطيك شي مصيبه. أنس الباز عرفنا بأنك أنت يعني من غير السينما المغربية مثلتي في أفلام أجنبية ولعبتي في أفلام كبار. نخلي الجمهور يتعرف على صور ديال هاد الأعمال اللي قدمتي ونتلاقاو من بعد. راسلين فيلسوك موتت نون يا نيشت مير als ich mir selbst zumute. Aber du hast die Beute und sie haben gar nichts. Noch nicht einmal ihren Sold. A member of the king's household is delivering a child. He has heard that one of your women is a gifted midwife. My wife, Rachel. But I do not wish to part with her today. Perhaps if the king was to offer some reward for honoring his request, Simon. You might... This is not a request. It's a command. انت بالنسبة لك أنس باز مثلتي في أفلام أجنبية ومثلتي أيضا في السينما المغربية. إلا جينا نقول لك أعطينا فين كاين الفرق ما بين السينما الأجنبية والسينما المغربية، فين كاين الفرق؟ ونكذب عليك السي رشيد كاين الفرق، كاين الفرق، ما نكذبوش على راسنا زعما هذوك الناس راه هما اللي يعني عندهم يعني السينما كواحد لو برودوي ناسيونال، كلشي يعني في لوس أنجلوس يعني بواحد لا فورس اللي حنا يمكن باقي ما عندناش. وكتشوف الفرق جوستومون ان هما ما كيديروش الخدمه نص خدمه. حنا ديما ناقصنا شي حاجه مثلا غير اي حاجه مثلا الكوستيم الا تحرق ليك ولا طاح لك عليه شي حاجه ولا كتلقى عندهم تروا كوستيم. لا ميم شوز بور يعني لي سيكونس ماشي غير كتجي وكتصورهم كتكون واحد لا بريباراسيون كيكون الكوتشينغ كيكون. حنايا المشكل ديالنا تنقولوا اللهم في رجلي ولا في صباطي. تيجي المنتج تيقول انا هادشي غيطلع لي ترجم لي هذا المثال هذا يعني تيقول اللهم في رجلي ولا في صباطي ان انجلش اتس بيتر اون ماي شوز ذان اون ماي فيت نو اتس بيتر اون ماي فيت ذان اون ماي شوز. الفرق بسيط والله العظيم بسيط. نقدر نقول لك بحال ملي كتمشي تصور قبل ما كتقال الاكسيون فهمتيني كيجي عندك المخرج كيشرح لك البيرسوناج كيقول هاد لاسين هاكي غادير وغادير قبل الاكسيون كيجي هذاك من الصوت كيقول لك الله يخليك سي عمر ها انت حاول ملي تهضر حاط لك الميكرو على اليسر حاول ملي تهضر تهضر هكا صافي الله يحفظك برافو. قلت لهم كاين مشكل اخويا عبد الرؤوف هاني الله يعاون الله يعاون السلام عليك. يلاه كتبغي تبدا كيجي من الضو كيقول لك شوف الله يخليك عمر انا مزوق فيك راه لي فلاير ما جبتهمش وذاك الضو ضارب لهاد الجهه حاول ما امكن راسك دوزو لهاد الجهه ما كاين حتى مشكل. من الصوت ها الراس ها كاين واحد كاين مول الكادر اللي شاد الكادر كيقول لك الله يرحم باك عمر الله يخليك راه الكاميرا عندي ما جبتش لي تريبيه فهمتيني غادي نحطها حاول غير تهبط شويه ما كاين حتى مشكل
كتهبط انت دير راه الصوت تجي والاخر خاصك دير له براس الضو كتهضر مع المخرج كيشوف حاول ما يمكن تخوت وتولي نيرجي مشات كتقول هاني انا معاك ما كاين حتى مشكل دونك دير بحساب هذا الشيء كيجي منداك وكيشوف الكرسي غندير لك شي عواد هنا وشي لعيبات هنا الله يرحمه وكيخشي هذه كاع ويحط لك هنا باش يكاري لك باش تقاد ونقول لك ماشي مشكل حاول ليموسيون 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 وكتمثل باغا هنا فينا واحد القضيه السي رشيد اللي هي مهمه او دولا هو غير ترجم داكشي اللي قلتي اه لا او دولا اسمح لي عمر الجوائز اسمح لي وكنمشيو لدي غران فيستيفال والناس كاملين كانوا فاش كازاني كرباخ كان عقر ديال 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 سي نور الدين كنا كنمشيو كانوا كيقول لنا بشحال من كاميرا باش صورتوا الفيلم كاميرا وحده كاميرا وحده اه كاميرا وحده كيفاش كاميرا وحده لا ما يمكنش لا خو صورنا بكاميرا وحده كانوا كيسحبوا غران فيلم كانوا كيسحبوا كاين لي كاميرا بارابور لي زوتر ان فيلم امريكان راه تحرك كيف ما بغيتي تهضر يعني كاينه كاميرا هنا من غير كاميرا كامل هنا كاميرا هنا انا تنظن باش فايتينا دوك الناس با غون شوز فايتينا بلا بون انرجي كتكون واحد لا بون انرجي خدمت تبارك الله مع ستيفن سادربرغ جايين يعني الناس غادي يصوروا في كازا بلانكا واحد لا سيكونس مهمه في الفيلم ديالهم وداك الشيء اي بورتون فاش كتدخل ما كتلقاهمش مستريسيين ولا بحالنا حنا بلاتي جبتي لا القهوه حفظتي لا بل لا كلشي بون انرجي كلشي عارف راسو شنو غايدير وكل واحد عنده خدمته ما كي يعني ما كيفوتش خدمته هذا هو الاختلاف حنا تقد تلقى ممثل كيفهم في الكادر يقول لك لا بلاتي اخويا هذاك الصوت راه قبيل واخويا ديرها في خدمتك اصاحبي وخويا منين ندخل غنقول لك هاد اللعيبه دور نتاع اليمن هو راه دخل لك الوغ كو هما نون كيكون واحد الاحترام كتكون واحد لا ولا بون انرجي ما تلقاش شي واحد اللي غيستريسيك يعني كلشي عارف راسو اش غايدير دايوغ ديك لا جورني مع سي نصر كنا نساليو مع الثلاثه مع الخمسه ولا سته العشيه سالينا مع الثلاثه كنت يقولوا لها يعني كنخدموا في واحد التيران اللي ما كاينش السوق دابا حنا بحال شي واحد باغي يبيع شي حاجه في الصحراء بحال انت غتمشي تشد تقلب على الباصه في الصحراء راه خاصنا السينمات راه ما كاينش السينمات دابا حنا كنصوبوا شي حاجه ما كايناش هذا مشكل واحد اخر نبيعوها اكزاكتومون ولكن شوف اش كيقول لك احقا علاش لي دي في دي بيراتي علاش كذا الافلام هذاك الدي في دي بيراتي بعدا راه دار على الخير في الناس ديال الصحراء في العيون وفي في ارفود ملي كتمشي كتلقى واحد مفرج في كازا نيغرا شايفها في دي في دي ولا شايفها في الانترنت دونك على الاقل الا كنتي غتهضر على لي دي في دي هضر على ديروا لهم اون سال انس الباز من غير التمثيل سمعنا انك كتغني تبارك الله عندك صوت جميل و شغل يعني كان باغي هادي واحد كان باغي يكون مغني كان باغي يولي مغني قبل بصح كان باغي انا كنت باغي نكون مغني ولكن سعد المجرد طيح علينا الصوت ما نكذبش عليك جا داير تنسلم عليه مي الصراحه انا عندي من غير يعني التمثيل كاينين دوطخ زاكتيفيتي منهم الرسم لا بانتور لورغانيزاسيون ديال يعني دي زيفينمون لا بريزونطاسيون دي جي تندير الرسم صناعي سبع صنايع والخبز عند الله الرزق ما ضيعش الرزق عند الله وما كرهناش بيني وبينك دابا تسمعنا شي حاجه مرحبا لا الا غنى هو لوكسيدونتال او الا كان وي شي حاجه لوكسيدونتال شي حاجه بلونغلي انت تغني واش طاح الا كان يشطح عمر هادشي اللي بغيت نقول تفخيم علي علي يلا انتوما ديو صافي من هادي للعلاسات وداك الشيء ديالو والله والله العظيم لا تسمعنا شي حاجه بيان سور هاك بسم الله Come and close that curtain cause all we need is a candlelight you and me and a bottle of wine so hold you tonight while we know I'm going away and how I wish it was so take this wine and drink with me let's delay our misery it ain't easy to say goodbye darling please don't stop to cry cause girl you know I got to go واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود صح
صافي دابا دابا عمر بلاتي انس عمر دابا كان يغني مايكل والله العظيم كان يغني مايكل جاكسون واحد الطريقه اخرى بالدارجه الله يرحم باك يلا عطينا مايكل الدارجه يلا وانا غادي نشطح فيها يلا زيد غتشري لي الماسكا لا لا بلاتي حبيبي لا 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 انا غتشري لي الماسكا الماسكا او حبيبي حبيبي واتس لاك ا دينجر What's really Jaja, baby? Baby. What's really Jaja, baby? تهاكروا تا انا ما في خباريش كاين هذه بتسلك هاتي دابا هو غنى لنا بالانجلي انت غتغني لنا بشلها شي ما عمرني غنيت بشلها ولكن لا وباش دير خاطر لكاع الامازيغيين رويشه اي لا لا دلالي رشيد رشيد وكادو شو رشيد نشو كورنيشو عراك تنيخ عراك تنيخ المنبرد نكني اللي قانا مغربي لقا كله يا خا مغربي نارك حب اخر نتبادل الحب نخ ولا قمانو انس قمانو انس عارف لك تسلم زعما كنسلم عليك اراك تنيخ ولا الجمهور اللي اخي اسمو قون حبي قون انت كنعرفو انك دير لوحات تبارك الله غنشوفو شي صور ديال لوحات تشكيليه اللي درتي بيان سي شنو كترسم كدير لابسورد ولا كترسم لو بورتري ولا شنو كدير هذا تنسميه انا لو بورتري ابستري نايف علاش نايف لان الالوان ما مزوزاش بزاف هادي هذا الطابلو اللي شفناه الاول تعطى لنيكول كيدمان كادو هذا وهذا لجيمس فرانكو انا ما عمرني بعت شي طابلو يعني غير كنهدي وصافي وان شاء الله دابا نهدي لك شي واحد الله يهدي لك شي حاجه الله يخليك امين هاد الخدي ديال الطابلو دابا مثلا هاد التصويره هادي السي عمراني رجعنا لك التصويره هادي وي انا بغيتك تفسرها لنا حيت دابا الفنانين التشكيليين كل واحد كيحلم كيما قال لي راسو هذيك في وديك فريميجا فريميجا اشنو باغي تعني بها اش بغيت تقصد تما الوغ الفريميجا هي لو انت مقتنع باللي سميتها فريميجا وي ميرسي يعني كتبغي تعني انك الفريميجا الفريميجا ما كاينش غير المثلث حيت بزاف الناس مشاو غالطين تيقول لك المثلث بلاتي الا داك الشيء في شكل اون فيت كاين مثلث مره كتلقاها دواره مره كتلقاها مربع وهذا كيعبر على يعني لو ماسك اللي كنلبسوه حنايا في يعني في لا سوسيتي ما يمكنلكش تخرج بلا ان ماسك هذيك خيزوه اشنو العلاقه ديالها بالوجه هذه اسمح لي النود سير كاينه حتى هي في لي طابلو بزاف هذه اللعيبه هذيك راس باغا طاح تفهم عندنا انت هذه يعني سي سي اش غنقول لك اللي بغى كل واحد يشوف داك الشيء اللي بغاه هو انا اللي بغيت نعبر عليه هو ان لو روغار عندي لامبورتونس دو روغار يبان لي هذا لو بلون دي زيو باش نعرف علاش كيعبر لو روغار لو ماسك اللي هو هذا اللي ديما كاين في لي طابلو ديالي اما كيكون مربع ولا شي حاجه وليطوال هاد ليطوال كتعبر على الاحلام ديال هذا السيد اشنو الحلم ديالها هو داك من الاخر شنو بغيتي تقصد في هاد الطابلو شكون بغيتي تقصد شي وحده مضيومه شي وحده فرحانه شي وحده كتحب شي وحده بزربه هذا دري ماشي دري وي زيد زيد تجلس زيد اجي 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 وي اجي انس اجي عمر شوف دابا غندخل لك وي ندخل لك واحد الشوفالي ياك وهذا واحد اللوحه ياك وخصك ترسم لينا عمر لطفي فقل من دقيقه
بالصباغه قبل من دقيقه لا تسنت لي هذا تحدي واش الطابلو غيمشي لنيكول كيدو حتى ما موافقش انا الله يخليك يخلي المغاربه ديالنا ويعطينا نحاول الطابلو هذا غادي ناخذو انا تاخذو انت ماشي مشكل نرسمك انت يكون قريب ليه انا بغيت نرسمك انت ترسمني انا ماشي مشكل عمر غنرسمو ديما معايا حاجه بورت كلي ديما المهم اناس غادي نخليوه خدام فهاد الوقيته غندير انا وياك حوار على ما يكمل وتكيس عليا كون هاني كون هاني واخا نشوف غادي تكون هاني عمر عندنا بعض الاسئله اللي طرحوها الناس في الصفحه ديالنا الرسميه وبغيت تجاوب عليها واحد السيده سولاتك قالت لك اشنو اللي يقدر يخلي عمر لطفي يعتزل الميدان الفني اللي غيخليني نقد نعتزل عاد بديت انايا ما يمكنش نفكر هكا ما كنظنش دابا ما كنظنش واحد السيده اخرى سولات قالت لك عمر لطفي شنو نوع ديال الترطيبه اللي كدير شعرك واخا ما كندير حتى شي حاجه والله ما كندير شي حاجه ما كنديرش كاع هاد لي برودوي شيميك ما كنبغيهمش ما كنديرهمش ولكن كدير مساحيق التجميل لا لا والو نشوف هاد الصوره وعطيني التعليق ديالك وقول لي اش واقع نسيت الصورة ديالك اشنو هادشي يا عمر هنا نقول لك انا تاثرت بزاف بلي طابلو اللي كيدير انس بقات خاصني غير واحد الفرماجه ما درتهاش في عينيا اما كنت كاع باغي كنت ناوي ندير شي حاجه لا وانت قلتي لي ما كديرش مساحيق التجميل والله الا هذا واحد السيد والله العظيم واحد السيد قال لي راه عندي كلي انت كتشوف مرايه عاديه ماشي زعما شي حلاقه زعما لا هذا كريم باش تحافظ على البشره ديالك لا 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 ماشي ما عرف الله ما عرفتو كاع شنو هذاك ثق بيا ما عرفتش شنو دار لي لوجهي شكون هذا؟ ما عرف واحد الحلاق قال لي عندك واحد اللعيبه زوينه وهذا قلت له دير توكل على الله دار لي محيد سولت انس الباز سولتك واحد السيده في فيسبوك في الصفحه ديالنا الرسميه رشيد علالي قالت لك انس الباز علاش باقي ما تزوجتيش حتى دابا؟ ايوا الزواج راه مكاتب باقي تنتسنى الوقيته ديالي ان شاء الله امولا نوبا هادشي اللي كاين فين صرتي في الطابلو؟ شويه صافا صافا صا غادي يلا قد شويه لي كولور حيت دابا المشكلة عندك شوف بقى عندك جوج دقائق ما نكذبش عليك السي رشيد لا بانتور تتبغي الوقت دابا هاد لا بانتور تقدر تطلع لينا تقدر ما تطلعش الا ما طلعاش زقلتها تسمحوا لي مي انا جو في فيغ دو مون ميو حيت نورمالمون تصور وتعاود باش تلقى لو بون طابلو جو ايسيي ان شاء الله ما نخيبش الظن ديالكم كيف ما قلت سي عمر بانك انت تالقتي في اداء مجموعه من الادوار منها هميمو منها مجموعه من الشخصيات اللي لعبتي في سلسله القضيه ولا في السينما ولا هذا غادي نخلي الجمهور يتعرف على بعض الشخصيات المركبه اللي لعبتيها واللي بداتي فيها في هاد الصور ونتلاقاو كاين شوف راه تحولوا داو معاهم داكشي كامل ديالهم هادشي دابا ديالي انا كلشي بدلتي حياتي كلشي حياتي تصاور حياتي كلشي انت ما كيعجبوكش تصاور لا ما كيعجبونيش تصاور ملي كيتعطاك شي دور بحال هكا واش كتمشي تخدم عليه قبل كدير شي كتمشي تحاول تشوف دوك الناس مثلا اللي عندهم نفس الحاله وتانسبيرا منهم ولا كيفاش كتخدم بالضبط؟ كتكون عاوتاني كتكون قبل ما نكذبش عليك ما بحال حميمو ما كنت ديجا كنعرف ناس هكاك كنعرفهم يعني بطبيعتي انا كنلاحظ بزاف كنحاول اي حاجه كتكون حدايا كنوبسيرفي نحاول ناخذ منها شي حوايج اللي صالحين اللي غادي نقدر نخدم بهم اولا بس زعما نقول لك كنمشي باش نستغل ذاك الدور ونمشي نبحث عليه على شي واحد ولا لا جاتني في ذاك لو مومون جاتني بحال قلتي خديت ديجا كانوا عندي شي حوايج انا براسي ما كنتش عارف يعني تحميمو كنت كنتفاجئ يعني كتبقى غير ذاك القوه ديال ان الدور تاخذه يعني كيولي هو كيلعبك ماشي انت اللي كتلعبه انا عندي لك دابا واحد السؤال هو واحد التبرقيقه وصلتنا بانك شي مره صرختي شي حاجه انت وانس الباز كضحك سرقنا شي حاجه؟ كاينه شي حاجه سرقتوها انت وياه
دابا ممكن تقر وتعتذر للسيد اللي سرقتي ليه في راشيد شو. شنو سرقنا انا وانس؟ اه مره وحده شنو كنا شفرنا انس انا وياك؟ شوف انت اخويا ما نكذبش عليك انا ما شفرت حتى شي حاجه. شوف انا خططت وانت درتي. صح ولكن كان يعني ضمن لا بريباراسيون. اه شنو شفرتي؟ قر لي قر دابا. شفرنا الصندوق ديال المناضه. صندوق ديال المناضه. لان ما يمكنش نلعبوا كازانيغرا انا وياه بلا ما تكون بيناتنا واحد لا كومبليسيتي. هو داز شوف الكاترين الناس ديال الكاترين ديك العشيه تعشاو بلا مناضه. دونك درنا وياه واحد. بغيتوا تجربوا الدور وجربتوه بصح؟ اه جربنا وداز داك الشيء مزيان. شنو تقولوا للمول المناضه في هذا؟ ما كاينش كاع مول المناضه هو اصلا السفره نايضه نايضه حنا داك الشيء راه غير كنا درنا الخدمه وصافي. هذاك اللي غنقولوا له اسمح لينا حتى هو راه غيقول لنا اسمح لينا غيكون قال لنا شحال. انس وي الوقت سالا ما نقدرش نعطيك اكثر من هذا ما نقدرش نعطيك صافي حتى لانس الباز تفضل معايا نشوفوا سالي غير الفم غير الفم واخا ما ساليش الوجه وداك الشيء سالي الفم انت قديتي لي تني فعاد قال لك غيتقاد غيتقاد ان شاء الله مزيان زيدنا واحد الدقيقه دري هذا رسم الانتقام هذا مزيان ولكن كوميم عجبني غادي نحافظ عليه ويبقى عندي علاش على قبل هذه الله يحفظك الله يحفظك ما عندي ما يتسال كسيدي برافو عليك واخا ما خليناكش تكمل ولكن رسمتيني تعديتي واحد شويه وي شوف قبيله انت واخا ما خليتيش تكمل راه كملوا والله الا كملوا كملوا في الكواليس اه كملوا في الكواليس شنو عطانا في الاخر ورينا ورينا خدم كاميرا نقصوا الفم و فوالا ما كاينش ولا سينياتور برافو انس انس عمر لطفي كما انتقمتي مني في هذا الرسم غادي نخرجها منك فقره ديال الفصفاص فقره ديال الفصفاص كتعرفها انت وعمر غادي تلاقاو وكل واحد فيكم غادي يسول الاخر اسئله مرحبا الله يبارك خصك تجاوب جواب مباشر ما عندكش حق ترفض الجواب ولا رفضتي الجواب تاكل مع القاد الهريسه متفقين معلقه يعني تقدر تكون فيها شويه ماشي انت اوطون ديك الفقره اللي القبيله تقدر توجد ليها شويه اوطون هذه تفضل عمر بسم الله اشنو هو الدور اللي لعبته انا في شي عمل تلفزي ولا سينمائي وتفرجتي فيه وبان لك باللي ما توفقتش ما توفقتش فيه كاين واحد انا غنجبدو لك لو غول اللي جيتي فيه جزار تلفازي الدور كان شويه ناقص ما كاينش عليه يعني واحد شويه لانه ولا بد ما نجاوب ما تبقاش تشوف فيا بحال هكا صاحبي باش ما قلت لك والو سينو راه انا كل هريسه ولا ما تناكلش الهريسه سميتك انا بان لك في ذاك الدور انه كان ناقص شويه ما كنبش عليك لان انا عزيز عليا الصراحه سميتو واش سينمائي ولا تمثيلي؟ سينمائي سينمائي جيتي فيه جزار و زاد ولاموغ فوالا جناح لهو جناح لهو تفضل واخا خديت عليه جائزه حتى هو متوا داك الشيء ما عمرك تعول على داك الشيء الجوائز ما ديهاش دينا حنا شي جائزه في كاسا نيغرا جائزه راه هي الجمهور اشنو هو افشل دور قدمتيه في السينما او التلفازه من نهار بديتي في الميدان الفني هذا سؤال من ديك
انا شنو الدور اللي انا درت افشل انا بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي انا فازوا في السينما جوج اي افشل دور قدمتيه في مسارك من نهار بديتي في لا بيبل هذاك افشل دور صح كتبقى بحال شي فيغور كتولي لان مشيت على اساس انني ممثل ولقيت راسي اي واقف مع مجموعه ديال الممثلين كبار وهذه وغير واقفين الا عطاوك كلمه وشوف تشوف اللي تباغي فهمتيني كتكون واحد المعاناه فهاد الجوج افلام اين واحد فيهم ما تقدرش تفرج فيه مع الاسره ديال كازانيغرا ولا نصف السماء حتى واحد فيهم في الحقيقه مي كثر كازانيغرا نصف السماء ما فيه حتى شي حاجه زعما من غير ما تقدرش تفرج فيه مع العائله ديالك على حسب يعني لو لونغاج وانا عقلت فاش تفرجنا كانت معايا اختي الصغيره وسديت لها عينيها في واحد المشهد كان باقي عندها 14 عام ولا 15 مشهد ديال دريس الروخ سديت لها العينين مي بون نصف السماء نقدر نشوفه مع عائلتي ما عندي فيه حتى شي مشكل ما عندي فيه حتى شي مشكل اللقطه اللي هضرت عليها مدام اوشاي لقطه التعذيب والناس اللي شافوها يعني كاملين عجبها يعني بالعكس انا جاتني واحد الانتقاد كونتخيغ الناس اللي تفرجوا يعني بكاو وعجبهم يعني تاثروا سورتو الناس اللي كان عندهم ذاك لاج وجاتني واحد لاكريتيك كونترير اللي قال لك اسيدي الفيلم تفرجنا فيه ما فيهش التعذيب كنتو ديروا اكثر ديال التعذيب هذه هي لاكريتيك اللي قالوا الناس يعني راه رديت ديك الخرى القديمه بغيت تعاودها شكون فهاد المخرجين اللي تعاملتي معاهم وبالنسبه لك رقم واحد عبد السلام القلاعي زكية الطاهري نور الدين الخماري ابراهيم الشكيري كاين واحد المساله مهمه ملي كتكون البدايه ديالك عندها علاقه بواحد لان اكيد نور الدين الخماري لانه اول واحد اللي عطى الثقه ديالو في واحد الشباب وما كانش عارفهم باللي راه غاديين يوصلوا لهذا الشيء اللي ان شاء الله باقيين كيحصدوا فيه وباقيين عاد بعيد حنا هضرنا على شكون هو رقم واحد بالنسبه لك فيهم بغض النظر على نور الدين اللي نقدر نخدم معاه عاوتاني ونعاود نشتغل معاه نور الدين شحال الاجر اللي خديتي على دورك في فيلم كازانيغرا عادي عادي واخا ما تناكلهاش بلاتي علاش ما بغيتي تجاوبنا على هذا السؤال؟ اش تسدد علاش؟ لان كما قلت لك توتالور الجمهور عندنا واحد الجمهور خصنا نخليه غادي في واحد لابون انيرجي يعني المشاكل اللي حنا كنصادفوها في الخدمه يقدر تخلص مزيان تقدر ما تخلصش هذاك اول عمل يعني هذاك اول عمل يعرفوا الفيلم هذاك اول عمل قدمتي في حياتك يعني حتى لك الاجر قليل ما كاينش شي حد غيلومك ولك واسع النظر انا ما بغيتش نحل الطاجين لا عرفتي علاش لان هذا الشيء مخبل ستادير كو بعض المرات تقدر تلقى انك اجرتك قليله وانت راك مفاكتوري اكثر وشي حاجه نايضه تما دونك اللهم باش ما نفرشوش دوك الناس بور فو فوالا جيسبيغ كو درتو بدوك الفلوس شي حاجه مزيانه ما بغيتيش تفرق مزيانه انا ولا هو سافا لا هو سافا او جيبي لك العريسه القاصحه ماشي جبراتك السلامه
والله الا قاصحه ريت اللي جابو ماشي ديك اللي بحال جلس في البلاصه اللي ما خرجش نجلس. شكون في هاد الممثلات اللي ترشحات لعب معاك شي دور ديال البطوله وكتبان ليك انها غادي تنجح؟ فرح الفاسي، مريم الزعيمي، دنيا بوتازوت، مجدولين ادريس. فرح الفاسي حيت ماشي حيت الزوجه ديالك؟ ماشي حيت لا زوينه. لا ماشي حيت لا حيت القضيه اللي طرحوها الناس يقولوا اختار يمكن حيت الزوجه ديالك. لا لا انا حسيت ب الجاذبيه للدور والعمل غادي يكون انسب لانه باقي لحد الان باقي ما لعبناش شي عمل اللي قد يغير شي حاجه في المسيره ديال كل واحد فينا. اوكي انا الى جاك عمل مزيان فيه سيناريو زوين وممثلين في المستوى وطلبوا منك انك تقترح اسم يدير ليه الاخراج، شكون تفضل في هذا، نور الدين الخمال ولا ابراهيم الشكيري؟ الى جاك عمل مزيان واقترحوا عليك انت تختار المخرج اللي يقدر ينجح العمل كما كتشوف انت، شكون تختار؟ واش نور الدين الخماري ولا ابراهيم الشكيري؟ ابراهيم الشكيري. فيلم كازا نيغرا شكون اللي كان شكون اللي كان الاداء ديالو احسن بالنسبه ليك، عمر لطفي ولا انس الباز؟ ترى عمر لطفي تبارك حماق. با عمر با انس شكرا لكم، شكرا اللي حضرتوا معنا. وصلنا لاخر فقره البرنامج هي فقره ديال التحدي، نخليكم تعرفوا انتم المشاهدين على التحدي ديال اليوم في هذا الفيديو ونتلاقاو. عمر لطفي وانس الباز كنعرفوا انكم بجوج ولاد الشعب، داك الشيء علاش التحدي اللي عندكم اليوم هو اختبار في لعبه ماسه، واللي مارك اكثر هو اللي غادي يربح. وردوا البال عندكم جوج ديال الدقائق. انس الباز عمر لطفي غادي تلعبوا ماتش، غادي تلعبوا ماتش واحد ضد واحد، وفي جوج دقائق غادي نشوفوا شكون اللي غيماركي على الاخر اكثر عدد ديال البيوت. الصعوبه اللي عندكم هو ان عندكم واحد التيران اللي ما ثابتش يعني صعيب باش يعني تمشى فيه نورمال وتلعب فيه نورمال، ولكن اللي ربح عندي ليه واحد المفاجاه ماشي هنا تنخرج. متفقين؟ ان شاء الله. عمر انس شد له قد نقز انت كاسكادور. يلا ورينا. زريان يلا ثلاثة جوج واحد. Ha ha ha.
معليش ربحك ربحك بجوج ماشي مشكل. انس شكرا لكم، شكرا اللي حضرتوا معنا. اخر حاجه نخلي لكل واحد فيكم كلمه قدام الجمهور المغربي، تفضل. الله يبارك فيك، شكرا بزاف بزاف على هذا الاستقبال، على هذا الانفيتاسيون. شكرا للسي عمر، شكرا لك، وشكرا للجمهور اللي بلا به ما كاين والو. عمر اولا كنبغي نشكر الطاقم اللي سهر على هذا البرنامج على راسهم سي رشيد. كنبغي نشكر كذلك الجمهور اللي حضر معنا. كنبغي نشكر المغاربه، كنقول لهم عافاكم عافاكم، السينما المغربيه راه بين يديكم، بين الجمهور. شكرا.